اسمي رمضان عطية بيوم من محافظة أسيوط مركز منفرد. عندك كم سنة؟ عندي 67 سنة. بقالك كم سنة هنا يا عم؟ بقالي 40 سنة في مصر، اشتغلت في طرفة المعمار. سيدي علي المبتلي دول أنا اللي بنيه مع مقاول اسمه أحمد أبو طالب. واشتغلت إيه تاني؟ بس طلعت من المقاولة دي بتاع السرجة، كان في واحد بيتطوع في الجيش فقال لي أنا عايزك تقف معايا بدل دوت، فوقفت معاه ببيع عسل وطحينة وزيت حار وكان في واحدة بتجيب لي جبنة قديمة، فرحت قالت لي تعالى أوديك لواحد تودي له طحينة في الشعراوي اسمه موسى. فرحت لقيت موسى دون ماسك طبق المنشي لمؤاخذة وبيقطع القوطة وبتاع وبيعمل طبق منشي وبتاع، فقلت أعمل زيه. كنت بدل ما أبيع جبنة قديمة وخرط كده لمؤاخذة عملت طبق المنشي. إيه اللي بيميز المنشي بتاعك بقى؟ الطحينة. الطحينة والجبنة القديمة حلوة برضه. يعني الطحينة لمؤاخذة كل ما يكون الطحينة زيادة لمؤاخذة الزبون ما بيحسش بالمش، بطعم المش يكون حادق. المش لو حادق هياكل نص رغيف وهيرمي الباقي. بيجي ناس من بره لغايه يوم الاحد اللي فات ده واحد جاني من الحوامديه ودفع 100 جنيه في الطبق. بعد ما نزل عملت في ناس جت من اداني 50 وقدام احمد 50. هو اول ما بدانا كانت المنطقه، عشان احنا هنا ورش يعني هنا منطقه صناعيه، فطبعا انا هاكل ايه العامل يعني او الصناعي هيروح ياكل ايه؟ هيجيب عامل اصلا صناعي على قد حاله، فهيروح يجيب طبق مش كان الاول الطبق ب2 3 جنيه، فهجيب طبق مش على قد اكل انا وممكن انا وصاحبي مثلا حاليا ممكن ب10 برضو انا ومثلا واحد تاني يشتركوا 2 ويجيبوا طبق ياكلوا. بس دلوقتي نوعية الزبائن بقت تيجي بقى مصر الجديدة، ممكن يجي العباسية كده، السوق جاي ناس من السعودية. السعودية هم اتواصلوا معاكوا ازاي؟ هم وصلوا لهنا ما نعرفش ازاي، مفاجأة لقيتوهم. قالوا احنا بالسعودية، احنا السعوديين، بس هم كانوا بيتفسحوا هنا في القاهرة. يعني بقالك كام سنة بقى في المحل هنا يا عمرو؟ هنا بقالي 22 سنة من سنة 2000 ل 2022. عندك أولاد؟ ثلاث أولاد؟ درسوا ولد وبنتين. الولد واخد سياحة وفنادق، والبنت واخدة دبلوم تجارة، والبنت الكبيرة آثار، قسم آثار حضارة أوروبية. طب هما فين دلوقتي يا عمرو؟ متجوزين كلهم. انت ربيتهم وصرفت عليهم طبعا المحل ده؟ طبعا كانت الدنيا صعبه شويه معانا، ما كانتش سهله اقسم بالله ما كانت سهله. دخل في دفع عم رمضان؟ اه عنده قد ايه؟ ما يقوليش 10 سنين. ما يقوليش انا يا بابا عندي 10 سنين في البدايه. في البدايه ما كنتش اشتهرت، فكانت الدنيا صعبه بالنسبه لك. كانت الدنيا صعبه واهل المناطق اهل مدام كانوا بيساعدوني. تمام. يعني انا خلاص هو هتعيط عشان هو كلم. لسه مش عارف. مش هينفع يا عم خلاص كمل بقى، ما تعيط بقى مش هينفع. ما جوزتش حد من عيالي. ما لهمش دعوه بالكلام ده. ما لهمش دعوه بالكلام ده، اتكلم بقى عن نفسك خلاص. انا ما جوزتش حد من عيالي. بس ما جه يجوز هم اللي جوزوهم. حمايا الله يرحمه وحماتي الله يرحمه. انا عايز عمره انا ومراتي بس، عشان احنا مش هنعيش قد ما احنا عشنا. ربنا يبارك ولا نكسب قد ما كسبنا الحمد لله. راجل قلبين، راجل كويس، طول عمره كان بيبيع المش والطحين. ابتدى لما خدناه للمحل ده بقى يعمل جبنه قديمه ومش وطحينه وياخد مني الخضار كله وياخد مني العيش. راجل شقاي وراجل صاحب مرض، وست والدته برضه تعبانه وصاحبه عيل. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا احنا الاثنين سبب
جعلنا احنا الاثنين سبب لبعضنا، يعني انا قاعده قدام منه هو ياخد مني العيش، انا اديله القوطه والطحينه، ام محمد مش موجوده قلت لي خلي بالك منه اعملي سوي، يعني اعتبر هو احنا بنكمل بعض احنا الاثنين. فالراجل يستاهل كل خير بصراحه، ومراته الله يمسها بالخير ويشفيها يا رب.